يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، وحلقة من حلقات قانون لعبة بحلقة جديدة من خلال الرياضة اللي راح نسولف عنها اليوم. حلقة اعتقد خاصة وحلوة راح تكون بإذن الله، لأن ما بين الوالد وولده، ما بين رياضي أو بطل احنا نقول سابق وبطل حالي. حلو، يعني في مناوشات وفي تحدي. هل الوالد يغار من الولد؟ هل الولد يبي يسوق على الوالد؟ كل شيء راح نعرفه من خلال هذا اللقاء. من بعد البطاقة التعريفية راح نرحب بالوالد والولد، أو بالبطل السابق والبطل الحالي. من بعد البطاقة التعريفية شفتوا معي وعرفتوا منو أبطالنا في حلقتنا اليوم في قانون اللعبة في رياضة الجيتسكي، الدراجات المائية. البطل السابق والكابتن الحالي أو المدرب الحالي هو أحمد الدواس، والبطل الناشئ والبطل الواعد القادم بأكبر المنافسات إن شاء الله في رياضة الجيتسكي أحمد الدواس. حياك الله كابتن الله راشد. الله حياك الله أحمد. الله يحييك. أبدي ويا الولد ويا الأبو، خلت ويا شوية حرشي قبل ما ندش شوية بالحلقة أكثر. بطل يستاهل. راشد، هذا أول سؤال صعب. ودك تفوز على أبوك ولا تستحي تفوز على أبوك؟ أكيد ودي، وفزت عليه بعد. فزت عليه. والله يقولها بثقة. إيش رأيك راشد؟ إذا ما كان عنده ثقة ما يصير بطل. إيه هم صح. لازم تعطي. ترضى على نفسك إنه يفوز عليك ولدك؟ لكل عمر آن وأوان. حلو. فلازم تعترف ان العمر كل ما كبر الرياضه موجوده الحمد لله. انا يوميا اتمرن وعادي وركض وكل شيء، بس تدري العمر لا مرونه لا طاقه، يبدي تخف 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 شوي، يا تحافظ على عمرك يا تبدي عاد وياك الديسك. اي صح صح، خلاص لك يعني تقدر تاخذ رياضتك. نعم. بطولتك تخلصها تصير مدرب ممتاز، تصير استشاري رئيس لعبه ايا كان، عاد كل واحد وميوله. كلامك سليم. احمد، كسرت رقم من ارقام ابوك في السباقات هذه كلها او الفئات اللي لعبها ابوك؟ طبعا ابوي سابق اكثر مني من 94 ل 2015 تقريبا. الحمد لله قدرت اني احقق ارقام حلوه. حلو. في السباقات 9 بطولات عالم ما شاء الله، وبطوله خليج. طبعا الوالد جايب اكثر مني ببطولات الخليج. حلو. بس ان شاء الله السنين الجايه اقدر اني اكسر الرقم. تمام. بطولة العالم راشد كم انت حقق؟ انا سنتين على التوالي 2012 و2013. طبعا انا رحت متاخر لان ايه؟ مثل ما قلت لك بداياتنا احنا كانت متأخرة. يعني يمكن الخليج الكويت ما نقدر نوصل امريكا، لان وصلت امريكا الا كانت خلاص بعد دورت برزاقها 2012 13 و14. وانت بعدين شطبت على الاخر بعدين خلاص 2015 خلاص يا تختار انه انت او الولد. نعم. ما تقدر تصرف على صوبين. كلامك سليم. يعني تدري المحركات فيها مصاريف وايد. حلو. فما اقدر ابدش بهذه التفاصيل. احنا وايد نقول مصاريفها وايد مصاريفها وايد، شنو المصاريف هذه الوايد؟ شنو الدراجه هذه اللي تحتاج هالكثر مصاريف؟ يعني لنفرض اني خذيت دراجه من الوكاله الحين، اقل دراجه ب 6000. نعم. معروفه يعني بالكويت. حلو. 6000 اول متاع قلنا الفئات. أيه. اول فئه ستوك لازم تقط لك اقل شيء 3000. نعم. اذا بتصعد منصه 3000. أيه. 3500. حلو. يعني انت داش الحين بكم؟ 9 10. حلو. 10 توصل. بالاضافه الى الفئه اللي اكبر منها الليمتد راح تروح بعد تقط لك هم 4 5000، يعني راح توصل 12000. وهذا اللي صار وياي انا ويا راشد عشان اوصله المرحله هذه. نعم نعم. يعني في ناس تروح سباقات عشان تشارك بس صح. صح. تستانس. أيه. وفي ناس نفس راشد وأنا لما أروح وياه طموحي. إيه؟ إني الأول. حلو. مو الثاني. نعم. الأول. نعم نعم. واللي ربك عاد قاسمة بيصير. حلو حلو. فتدفع الـ 12 بالليمتد تروح الأوبن عاد لا تتكلم عن 20 25. تجهيز. تيربو تشارج أو سوبر تشارج. ممتاز ممتاز. القرفقير راح يتبدل. حلو. شغل وايد وايد يعني. بسرعة توظف عشان تعوض كل هذا أبوك. راشد، بروح إلى جانب وايد مهم. اللاعب خاصة إذا كان بطل خلاص، يعني على قولتك كل شيء وده يكبر، الطموح يكبر، حتى في عالم التدريب وده يكون أكبر من هاوي يصير إلى محترف. اليوم الوالد هو خلينا نقول مدرب محلي قاعد يقوم بدوره. شكرا شكرا شكرا. ولكن أكيد في مدربين عالميين أجانب أكثر خلينا نقول خبرة ممكن من الوالد، أفكار ممكن أكثر من الوالد، تبي ودك يدربه. هل أنت
بهذا الصدد مستقبلا انك تفكر انه والله شكرا يا الوالد على كل التجارب اللي اعطيتني اياها والخبره، الحين ابي اشوف مدرب ثاني مثلا اجنبي. طبعا ما راح استغني عن الوالد تدريب وتمرين لي، بس من قبل اقل من شهر كنت انا بمعسكر بهنغاريا عند بطل عالمي، تمرنت عنده تعلمت منه وايد شغلات، قدرت اني اطور لياقتي برا يعني برا السباق وداخل السباق وانا اسوق الجيتسكي، علمني شلون اتمرن واقدر اني ارفع لياقتي باسرع واقصر وقت ممكن. حلو، هذا الشيء ما لقيته في تدريب الوالد؟ لقيته بس الناس هناك ما اخذتها على دراسه بالضبط، فقدرت اني اخذ استفيد منه باسرع وقت ممكن واقصر مده يعني. ممتاز، من خلال هذه الفتره اللي كنت انت متواجد فيها انا اشوف هذه الكؤوس انت قلت مربوطه في الهنغاري او في المجر بالتحديد، طبعا شنو هي؟ انا كنت رايح حق بطوله العالم، هذا كان هدفي. حلو، اتمرن بهالمعسكر حق بس بطوله العالم سباق واحد اللي حققت فيها المركز الثالث. بس مده المعسكر نفسه المدرب قال لي انه ترى في سباق، حلو، تبي تشارك يعني كتدريب حق بطوله العالم؟ ممتاز، قلت له ما عندي مشكله راح اشارك. الحمد لله حققت المركز الاول والثاني ما شاء الله فئتين. كل فئه، فئة الستوك حققت المركز الأول اللي اسمها الجي بي 2، حلو، والفئة المفتوحة اللي اسمها الجي بي 1 خذيت فيها المركز الثاني. تمام، وهذا الدرع اللي هو الدرع، هذا درع بطولة العالم. تمام، شوف حققت فيه المركز الثالث. نعم، كنت مركز الأول بس حادث وأخرني المركز الثالث، وأخرك الموضوع. كابتن راشد، كابتن أحمد، أروح إلى القوانين. حريص كل الحرص انك توصل كل هالقوانين حق احمد عشان ما يطيح في اي خطا. نعم، فيها شنو من الاشياء الرئيسيه اللي كنت تحرص عليها؟ اول شيء المتسابق اذا ما عنده روح رياضيه ما يبقى متسابق. ممتاز، حبه للمتسابقين. حلو، يعني انت بالكورس ممكن انك تتعدى متسابق وتدعمه. اي نوي. اي طوف نفس ما صار ويا راشد اخر سباق في الاوبيا. طبعا انا كنت موجود انزين بعد الحادث. اي ويمي راشد زعلت عليه وايد. المفروض انه ما يصير دعم المتسابق، يعني ايه يعني تدري روح رياضيه طبعا. نعم، انا كنت اسوي اكثر منه زين بالسالفه هذه. بس لما تكبر وتشوف الغلط ما ودك انك تعلمه حق ولدك، او لو تشوفه لازم تنصحه. حلو، فقلت له راشد اللي سويته غلط والمفروض انه ما يصير منك. متسابق عليه ضغوط، كان مضغوط مني وايد. صحيح، لان احنا رايحين يعني لازم يعني مثل ما تقول الاول. نعم، لازم الاول، لان هذه سباق واحد، اذا خلصته انت بطل عالم سنه كامله حق اليو اي ام. صح، لان فئه الستوك تصير مره واحده بـ 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 بالسنه. نعم، بايطاليا. ممتاز، فكنت ضاغطه وايد انا. وهذا غلطتي طبعا. تنزل، وهو مضغوط. ايه، فلما سوى البوش ماله سوى شوي بطريقه يعني احنا نقول شبابيه شوي. حلو، يعني حلو، اندفاع اندفاعي باندفاع. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ما تعور. ايه، صعد. اللي ونسني انه بعد الحادث يعني المفروض في ناس وايد يخافون يقعدون في البحر لين المنقذ يشيله. آه، ويطلع يعني السباق تمثيلي يسوي اذا ما كان متعور. الكلام انا فهو على طول انا فوقه الحادث. تحتي ترى صار يعني قدامنا. اوكي، فصرخت عليه. ايه، قلت له الكلمه اللي انا يعني يدري اني انا معصب. تمام، فقام سبح. ايه، انه يكمل وصعد وكمل. ايه، الدوره. طيب، ويعني هي دوره واحده باقيه اعتقد، طافله اثنين ثلاثه بس ما لحق. بس بالبوينتس لانهم 3 موتو. نعم، يعني ثلاث سباقات طلعت ثالث راشد فيها. ممتاز، الحمد لله. الحمد لله يا رب. فالسباقات لازم تعلم الولد اول شيء مثل ما قلت لك انا الروح الرياضيه. الروح الرياضيه. ممتاز، عدم لما يدش سباق ما يفكر المركز الاول عشان يعور الناس. صحيح، زين. الثالثه واللي اهم شيء ان انت جاي عشان الاول. حلو حلو، انت جاي عشان الاول مو ثاني. ممتاز. نعم، نعم، هذه اهم رسائل يمكن سمعتها في كل الحلقات لما اسمعها توجه الى اي واحد في اي رياضه يرسمها قدامه. ثلاث رسائل جميلة، الروح الرياضية وهذا الأهم في مختلف الرياضات، السلامة والأمان لربعك المتسابقين، ثلاثة أنك أنت حاط هدف تسعى له. نروح إلى التقرير ورد. للرياضة فوائد كثيرة تؤثر إيجابيا على العديد من الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية، وتعدد أشكال الألعاب الرياضية، ويمكن اختيار نوعاً منها بحسب الميول أو القدرات. فرياضة الجيتسكي هي مركبة مائية تبحث عن مكان لها وسط البحار، ولكن سرعان ما تحولت إلى موضة شاطئية، بل تطورت إلى أن أصبحت رياضة أساسية في الألعاب الأولمبية. وتم انطلاق أول جيتسكي عام 1950 في الولايات المتحدة الأمريكية.
رجعنا وياكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير الخاص في رياضة الجيتسكي والأبطال الكابتن أحمد الدواس وولده راشد الدواس. راشد الياي شنو إن شاء الله أنت راح أو مقبل على بطولة العالم مثل ما قال أبوك بالثلاث توصيات أو الثلاث رسائل، هل فعلا أنت، أنا ببلش من الثالثة، هل حاط الأول هو الهدف؟ طبعا أكيد أي سباق أروح لا أكون مجهز نفسي مهيئ نفسي حق المركز الأول، التدريب والتجهيز كامل راح يكون حق المركز الأول. أي فئة راح تشارك فيها؟ راح أكون مشارك في البروستوك إن شاء الله. حلو. فئة صعبة وجديدة إن شاء الله، بس إن شاء الله أني أقدر أحقق مركز زين فيها. حلو. وأول سنة لي بالبروستوك ما شاء الله. كابتن أحمد الدواس، كابتن راشد، بس أبي قبل الختام وعد اسمع منك توجه حق ابوك وحقي وحق الساده المشاهدين لبطوله العالم الجايه ان شاء الله. بروح بطوله العالم تسمعون الاخبار اللي تسركم باذن الله ان شاء الله يا رب. شكرا لك كابتن راشد، شكرا لك كابتن احمد، شكرا لك على الاستضافه الطيبه، تحياتي لكم. وباذن الله دائما شبابنا يعني في اعلى المراكز وفي احسن الظروف ان شاء الله يمثلون الكويت في كل المحافل الخارجية. نلقاكم على خير في رياضة أخرى في قانون اللعبة. فما الله.